السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عاتبه ربه سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له رزقه في هذه الحياة وأمره بألا يتعب في الحصول على الرزق، لأن الرزق مكفول ومضمون لله سبحانه وتعالى. فنتيجة لتكبر الإنسان يذكره الله سبحانه وتعالى كل فترة وكل حين بنعمه سبحانه وتعالى عليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن كنت أنسيت خلقك أيها المغرور أيها الإنسان، وأنك خلقت من نطفة وإلى آخره، ثم مآلك إلى التراب وقد خلقت من التراب، انظر إلى طعامك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من أي شيء يأكل الإنسان؟ أنا صببنا الماء صبا، إنزال المطر من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، أنبت شق الأرض بالزرع، فنبت الزرع الذي هو رزق للإنسان الحياة، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. حب الحبوب التي يأكلها الإنسان كالقمح والشعير والفول والأرز والذرة، الحبوب التي يأكلها الإنسان، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضب. الأعنب معروف، القضب قالوا كل ما هو يقط من الطعام كالخيار والقطة وما إلى ذلك، والقرع، الأشياء التي تقط. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضب وزيتونا، زيتون شجرة الزيتون الشجرة المباركة، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا. طبعا النخل معروف وعارفين كل النخلة كلها فوائد، وحدائق غلبا. الحدائق الغلب يعني شديدة الخضرة أو أغصانها ضخمة متدلية غنية بالثمار، وحدائق غلبا. وفاكهة، جمع بقى عطف العام على الخاص بقى، كل أنواع الفواكه التي خطرت على بال الإنسان والتي لم تخطر بباله، وفاكهة وأبا. اختلف العلماء في تفسير الأب، ولكن جمهورهم على أنه علف الحيوان، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان بطعامه فقط، وإنما خلق أيضا طعام الحيوان. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق لكم الرزق متعة لكم وقوة لأبدانكم وتقوية لها للعمل والسعي والعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، متاعا لكم ولأنعامكم. ومع ذلك لا تغرق في النعيم وتنسى وعد الله. فإذا جاءت الصاخة، ففجائية هو يعني الإنسان يستريح وينام على الفراش الوثير وبجانبه انواع المأكولات والأطعمة والفواكه واللحوم إلى آخره، والموسم بقى جاي البط والوز والحمام والفراخ والآه، فجأة فإذا جاءت الصاخة يوم القيامة، قالوا سموها الصاخة لأنها تصخ رأس الرجل الجبار، يعني تشقها. فإذا جاءت الصاخة ماذا يحدث يوم الصاخة أي يوم القيامة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل سوف يكون مشغولا بنفسه وبعمله. لا تنفع أم ولدها ولا مولود أمه ولا أب ابنه ولا ابن أبا ولا خل خليله، كل يقول نفسي 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 نفسي. انظر إلى هول الموقف، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني. انظر إلى الترتيب المنطقي، أتى بالأقرب ثم الأقرب. يوم يفر المرء من أخيه، أخوه اللي هم الاثنين إخوات يعني، ها، وبعدين أمه وأبيه، تدرج الدرجة الأقرب، الأب والأم أعلى شوي يعني، هيسيب أخو أبوه وبعدين الأم وأمه وأبيه وصاحبته والأهل، خلاص بقى الزوجة والأولاد، مفيش بعد كده بقى، مفيش حد يعني بيتخلى عن أخوه، تخلى عن أمه وأبوه، لكن طبعا زوجته وأولاده وصاحبته وبنيه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تعالوا ما نقارن الآية ديت بتاع الآية بتاع سورة المعارج، بتاع سورة الإيه؟ المعارج. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
الآيات بتاع سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. هنا بقى موطن الفداء، كل واحد عايز يفدي نفسه بأي حاجة. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي، يوم القيامة بقى الفداء، عايز يفدي نفسه بأي حاجة، مش هيفر بقى من أبوه وخلاص، ده عايز يفتدي بيهم، خدهم يا رب ونجيني. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه. يا ايه يا جماعة، هو القيامة ده عايز يضحي بأولاده عشان ينجو، يومئذ ببنيه. طب وبعدين الأعلى بقى، يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، امرأة زوجته ها بيفتدي بيه عشان ينجو، وأخيه ها وفصيلته التي تؤوي، أم وأبوه بقى والعشير، عايز ينجو خلاص بأي شكل، وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كلا إنها لظى، كل مشغول بنفسه يوم القيامة. سورة عبس وتولى طرقتنا إلى آيات جميلة جدا وإلى معاني لطيفة في أهوال يوم القيامة. نستكمل سورة عبس، ربنا بيقول بقى فإذا جاءت الصاخة، إيه بقى حال الإنسان عند الموت بقى يوم القيامة؟ وجوه يومئذ مسفرة، وجهها منيرة المستدير، ضاحكة مستبشرة بما فعلته في الدنيا لأنها دخلت الجنة واستراحت، أما الوجه الآخر وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم نجنا من أهوال يوم القيامة يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بأحبابنا وأحبتنا في الجنة يا رب العالمين، ولا تجعلنا نفقد منهم أحدا في الجنة، واجعلنا ممن دخل جنته جنات النعيم على سرر متقابلين. نشوفكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.